طيب هذه مجموعة أعمدة ومقالات كتبتها يعني على مساري الصحفي، أردتها أن تكون ذات مغزى واحد وأساسي، وهو أن تسجل لحظات جماعية وأيضا لحظات فردية فيها ما يخص علاقتي المباشرة الشخصية العاطفية واللغوية والسياسية بالقضية، ولكن فيها أيضا كل التمظاهرات التي تهم الشعب المغربي ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية، وأيضا دفاع المستميت ملكا وشعبا وقوة سياسية وشعراء وأدباء إلى آخره. هذه فكرة بطبيعة الحال شجعني عليها مشكورا الرفيق والزميل والأديب السعد بيداشين بجوار سي حسن النجمي، وأيضا كانت الفكرة في الأول في الحق للمرحوم العربي المساري والذي كان يلح لكنه غادر قبل أن تتحقق. أردت بالفعل أن أشير إلى أي حد نحمل كمغاربة كأفراد، سواء بسطاء أو كنا كتاب أو كنا صحفيين أو كنا قادة سياسيين، نحمل هذا الاسم السري للنبل والشرف الذي هو القضية الفلسطينية، وأردت فيه التفاتة إنصاف لهذا الشعب ولما قدمه بطبيعة الحال عبر تجربتي هذا العبد الفقير رحمه الله.